لو الحكاية فيها إن في الشرطة والجيش والأبرياء من المواطنين في مصر وخارج مصر هنقرأ لهم الفاتحة. أبدأ أولا طبعا بتوجيه الشكر لمعالي المهندس إبراهيم محلب أحلب رئيس مجلس الوزراء، السيد مدير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، وبشكر جميع الحضور وإن شاء الله الدكتور علي جمعة في الطريق وبشكره إلى أن يصل إن شاء الله.